ترامب يتهم إيران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان. قوى إعلان الحرية والتغيير تطالب بتحقيق محايد في واقعة فض اعتصام الخرطوم. رئيس الوزراء الهندي يدعو لعقد قمة دولية لمكافحة الإرهاب خلال قمة شنغهاي للتعاون في بشكك. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. هذه جولة إخبارية مفصلة من إكسترا نيوز. أسعدتم أوقاتا أينما كنتم. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. أضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أنه لن يتم إغلاق خليج عمان، وإن حدث ذلك فلن يستمر طويلا على حد تعبيره، مشددا على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية. في سياق متصل، بحث الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في اتصال هاتفي تداعيات الهجوم على الناقلتين في أعقاب الزيارة التي قام بها شينزو آبي لطهران. روسيا بدورها كانت قد دعت إلى عدم التسرع في اتهام أي طرف بالضلوع في الهجوم على ناقلتي نفط خليج عمان حتى يتم الانتهاء من التحقيق. أضافت الخارجية الروسية في بيان لها أنه من الضروري الامتناع عن الاستنتاجات المتسرعة على حد تعبير البيان وإلقاء اللوم على أي جهة حتى يتم الانتهاء من تحقيق دولي شامل وحيادي. وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال إن المقطع الذي نشرته الولايات المتحدة لا يكفي لإثبات أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. كانت واشنطن قد نشرت مقطع فيديو مصور في وقت سابق قالت إنه يظهر أن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء هذا الهجوم. أما وزارة الخارجية الصينية فدعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس بعد الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان. قال متحدث باسم الخارجية الصينية إنه لا أحد يريد أن يرى حربا في الخليج، مضيفا أن الصين تأمل أن تتمكن كل الأطراف من حل خلافاتها عبر الحوار. وقد وصف وزير الخارجية الياباني تارو كونو زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران بالمثمرة، معربا عن أمله في مواصلة الحوار بين طوكيو وطهران لخفض التوتر الجاري في المنطقة. وكشف المسؤول الياباني أنه قد بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي زيارة آبي لإيران والهجوم على ناقلتين للنفط في خليج عمان. أعلنت سلطنة عمان أنها أرسلت سفينتي إنقاذ وطائرة استطلاع بحري للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في الخليج. وأوضح مركز الأمن البحري بالسلطنة في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن هذا الإجراء يجيء عقب تلقي نداءات استغاثة من الناقلتين، مشيرا إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع مراكز الأمن البحري الإقليمية والدولية. كانت إيران قد أعلنت إرسال خبراء إلى إحدى ناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم بخليج عمان، وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن عودة الطاقم إليها. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مدير الموانئ في إقليم هرمزجان الساحلي قوله أنه قد تم احتواء النيران التي اشتعلت في الناقلتين، وتم إرسال خبراء لتحديد إن كان أفراد الطاقم الذين أنقذتهم إيران يمكنهم العودة إلى الناقلة. اعتبرت الخارجية الإيرانية الاتهامات الأمريكية لطهران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان بأنها مثيرة للقلق. أضاف المتحدث باسم الخارجية أن إيران مسؤولة عن الحفاظ على أمن مضيق هرمز. بعد مرور شهر على الهجوم الذي تعرضت له 4 ناقلات للنفط قبالة سواحل الإمارات، يعود التوتر إلى مياه الخليج، لكن من باب يبدو أوسع هذه المرة، وذلك بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم في بحر عمان.
بين التنديد وتبادل الاتهامات جاءت ردود الفعل على الهجوم، ففي الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي والصين إلى ضبط النفس، واعتبرت الكويت والسعودية الهجوم بمثابة تهديد لسلامة الممرات البحرية، ألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باللوم على إيران في الهجوم الذي وصفه بالصارخ. النظام الإيراني واجه حملة غير مسبوقة من التصعيد والعقوبات الاقتصادية، ولم يسمح ولن يسمح لأي دولة بأن تهدد الملاحة الجولية الملاحة البحرية وتهديد أمن المدنيين. من جهتها اعتبرت طهران اتهامات واشنطن لها بالضلوع في الهجوم مثيرة للقلق والسخرية. ردود الأفعال تجاوزت الإدانات والاتهامات المتبادلة إلى الخوف من احتمال عرقلة إمدادات الطاقة، إذ تتحكم المنطقة بين الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز بنحو 5 كميات النفط المستهلكة عالميا، مخاوف تفاعلت معها أسواق النفط العالمية، فارتفعت أسعار النفط 4 تصاعد التوتر في المنطقة. حذر مراقبون من أن تكرار مثل هذه الحوادث سيطال تأثيرها معظم اقتصادات العالم، لا سيما وأن تأثيرها الأكبر سيكون على أسواق النفط. تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض وإسقاط 5 طائرات مسيرة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي ومدينة خميس مشيط. أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي يعملان بصورة طبيعية. أضاف المالكي أن للتحالف العربي الحق في اتخاذ وتنفيذ كل إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية التي تستهدف أمن المدنيين. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز أن قطر هي أكبر الخاسرين من توترات مضيق هرمز في ظل التراجع والخسائر اللذين يلازمان مؤشرات اقتصاد الدوحة منذ قرار المقاطعة العربية في عام 2017. أشارت الوكالة في تقرير جديد لها إلى أن قطر هي الأكثر عرضة للخطر في ظل التوتر الحالي بسبب ارتفاع احتياجاتها من التمويل الخارجي. نشر مجلس العلاقات الأمريكية العالمية تقريرا بشأن الانتهاكات الحقوقية التي تعرضت لها زوجة وأطفال أحد شيوخ العائلة الحاكمة في قطر من قبل النظام الحاكم. قال التقرير إن ما وقع لأسماء أريان وهي زوجة الشيخ طلال الثاني حفيد مؤسس قطر يكشف زيف محاولات النظام القطري لرسم صورة حضارية عن نفسه، وقد تم تجريد الشيخ من كافة حقوقه وتم اعتقاله، فيما تمكنت زوجته وأطفاله من الانتقال إلى الخارج بعدما أجبروا على العيش في ظروف وصفت بالكارثية. أشاد الرئيس الأريتري أسياس أفورقي بالدور المحوري الذي قام به المجلس الانتقالي في السودان والانحياز إلى رغبات وتطلعات الشعب السوداني، مؤكدا دعم بلاده لثورة السودانيين. وخلال المباحثات التي عقدها مع رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يزور العاصمة الأريترية أسمرة، أكد أفورقي ضرورة مشاركة كل القوى السياسية السودانية في المرحلة الانتقالية. وقد أعرب رئيس المجلس الانتقالي السوداني عن تقديره العميق لموقف إريتريا من تطورات الأوضاع الجارية في السودان. وقد طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بإجراء ما وصفته بالتحقيق المحايد في واقعة فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم لمحاسبة مرتكبي هذه الواقعة. وقد أدانت القوى في بيان لها المحاولات الساعية للتقليل من حجم فض الاعتصام، معتبرة أن الاستناد إلى الحلول الأمنية في معالجة المشكلات السياسية لا تجدي نفعا. وقد أعلن المجلس العسكري الانتقالي استعداده للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير رافضا مطالبهم بنقل الحوار إلى إثيوبيا.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية خرج أعضاء المجلس العسكري ليتعهدوا من جديد بإعلان نتائج التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة غدا السبت، كاشفين قولهم بتشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك الأحداث. وسط مساع دولية للتوصل لاتفاق سوداني سوداني حول إدارة المرحلة الانتقالية بالبلاد بعد أكثر من شهرين من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان استعداده للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير بالبلاد ورفض مطلبهم بنقل الحوار إلى أثيوبيا. وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم خرج أعضاء المجلس العسكري ليتعهدوا بإعلان نتائج التحقيق في أحداث فض اعتصام العاصمة السبت، كاشفين عدم قبولهم بتشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك الأحداث. كان هنالك تصعيد غريب لا يتماشى روح التفاوض، تصعيد لا يتناسب مع ما توصلنا أو ما نتوصل إليه من نتائج في كل جلسة. نحن توافقنا مع الأخوان في الحرية والتغيير على هياكل السلطة الانتقالية، مجلس سيادي ومجلس وزراء يمثل الجهاز التنفيذي ومجلس تشريعي. في الليلة التي أعلننا فيها عن الوصول إلى هذه النسبة وعلى هذا الاختراق الكبير وعلى هذا الاتفاق الكبير، كانت المكافأة لنا مزيدا من التصعيد وقفل كامل للخرطوم والمدن الثلاث بالمتاريس. وجاء المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري بعد ساعات قليلة من لقاء رئيس المجلس الفريق عبد الفتاح البرهان مع تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية لبحث تطورات الأوضاع في البلاد، وبحضور المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، حيث أكد البرهان انفتاح المجلس على الدور الإيجابي المتوقع من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سياسية في السودان. وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع الخطوات التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لتقريب المسافة بين الأطراف السودانية للوصول لصيغة اتفاق حول إدارة المرحلة الانتقالية بالبلاد التي تحاول طي صفحة الماضي والنظر للمستقبل لتحقيق تطلعات السودانيين. خرج الجزائريون في مسيرات شعبية جديدة للجمعة 17 على التوالي في العاصمة وعدة محافظات لتأكيد رفضهم لاستمرار رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في تسيير شؤون البلاد. طالب المتظاهرون بمواصلة محاسبة رموز نظام بوتفليقة من المتورطين في قضايا فساد خلال حقبته من دون استثناء. كانت المحكمة العليا في الجزائر قد أمرت بإيداع رئيس الوزراء الأسبق عبد الملك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس الحبس المؤقت في اتهامات بالفساد. الفساد تحت مقصلة العدالة، هكذا الوضع في الجزائر، فتتواصل محاكمات المسؤولين المشتبه في تورطهم في قضايا فساد وأبرزهم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى. وفي خضم تلك التطورات أمرت المحكمة العليا الجزائرية بإيداع رئيس الوزراء الأسبق عبد الملك سلال السجن في اتهامات بالفساد بعد مثوله ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس أمام قاضي التحقيقات في تلك القضايا التي طالتهم. القرار الخاص بسلال جاء عقب آخر بإيداع أويحيى بالحبس المؤقت بعد التحقيق معه فيما يواجهه من تهم إهدار المال العام، إلى جانب منح صفقات وامتيازات غير قانونية لصالح عدد من رجال الأعمال، ووسط حراسة أمنية مشددة تم إيداع أويحيى في أحد السجون بالعاصمة الجزائرية. أويحيى الذي شغل منصب رئيس الحكومة 4 مرات منذ عام 1996 وأقيل
في مارس الماضي، مثل قبل هذا القرار أمام قاضي التحقيق مجددا، واستجوبته النيابة العامة منتصف مايو ومسؤولين آخرين في قضية فساد يعتبر المتهم الرئيسي فيها هو رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة علي حداد، والمحبوس منذ توقيفه في آخر مارس الماضي حينما حاول مغادرة الجزائر عبر الحدود مع تونس. المحكمة العليا قضت كذلك بالإفراج المؤقت عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان ووضعه تحت الرقابة القضائية بشأن شبهات بتورطه في قضايا فساد. كل هذا يأتي في وقت أصدر فيه الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قرارا بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا، إضافة إلى إجراء تعديلات على عدة مناصب في وزارة العدل. انتقد الجيش الليبي تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا، والتي تحدث فيها عن خطورة الوجود العسكري في مرفأ رأس لانوف النفطي شرقي البلاد، معتبرا أنها ادعاءات وتأتي تنفيذا لأوامر تنظيم الإخوان الإرهابي. أضاف الجيش الليبي أن رئيس المؤسسة أنكر تضحيات القوات المسلحة وبطولاتها التي أوصلت صادرات النفط الليبي إلى 1,200,000 برميل يوميا حاليا. قالت وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية أن عناصر وصفتها بالإرهابية في إدلب استهدفت طائرة من طراز سوخوي بصاروخ زودتهم به تركيا. أشارت الوكالة إلى أن الدعم التركي للمجموعات الإرهابية بدأ يأخذ منحا جديد في الآونة الأخيرة، ويتم التسليح النوعي لهذه التنظيمات كالصواريخ الكورنيت إضافة إلى مضادات الطائرات المحمولة على الكتف. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من الضروري دعم تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا والتخلص من التنظيمات الإرهابية هناك. جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الروسي في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي تعقد بالعاصمة القرغيزية بشكك. يجب علينا المساعدة في تشكيل اللجنة الدستورية هناك وضمان الأمن والاستقرار في هذه الدولة والتخلص من المنابع الإرهابية هناك، وأيضا زيادة المساعدات الإنسانية من أجل المساعدة في استئناف اقتصاد هذه الدولة، وأيضا عمل المنظمة يتلخص حول برنامج الإيران النووي لتطبيق خطة العمل الشاملة التي تم الاعتراف بها في مجلس الأمن. فهذا الخروج من هذه الاتفاقية يزعزع الاستقرار في المنطقة. وقد أعرب الرئيس الكازاخي الجديد قاسم جومر توكاييف عن استعداد بلاده لمواصلة تسهيل عقد اجتماعات دولية حول تسوية الأزمة السورية. ودعا توكاييف في كلمة له خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، دعا إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالملفين الإيراني والكوري الشمالي بالطرق الدبلوماسية. قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب إن أزمة النزوح السوري في بلاده وما تلقيه من أعباء على لبنان تقتضي ضرورة وضع خطة طريق لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم. جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع اللبناني المنسق الخاص للأمم المتحدة جان كوبيس، حيث اتفق الجانبان خلال اللقاء على وضع تصور مشترك لمساعدة لبنان في ضبط حدوده ومنع التهريب غير الشرعي. قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن بلاده تسعى لتحقيق التهدئة وحماية مصالح الشعوب وبلدان المنطقة على حد قوله. تصريحات عبد المهدي جاءت خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحث خلاله المسؤولان العلاقات الثنائية بين بلديهما وتطورات الأوضاع في المنطقة على خلفية الأزمة الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. أفاد مصدر أمني عراقي بانطلاق عملية عسكرية لتطهير صحراء الجزيرة بين محافظتي الأنبار ونينوى. أضاف المصدر أن العملية تتم بمشاركة قيادة عمليات الجزيرة وعمليات نينوى والحشد العشائري. وليد أول واحد. نعم
الله أبطال. في العراق أيضا أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إلقاء القبض على مجموعة إرهابية متخصصة في استخدام الأسلحة الكاتمة في تنفيذ عمليات الاغتيال في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، إضافة إلى استخدامها العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية. ذكرت المديرية أن جميع عناصر المجموعة مطلوبون للقضاء. هذا وتواصل تركيا استباحة الأراضي العراقية برا وجوا، الأمر الذي يمثل وفق المراقبين خرقا للقوانين الدولية في ظل الرفض القاطع من قبل الحكومة العراقية للتبريرات التركية حول هجماتها المتكررة في القرى الحدودية والتي تسببت حتى الآن في مقتل العديد من المدنيين. في ظل رفض قاطع من الحكومة العراقية تواصل تركيا مسلسل انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار بالتوغل البري والقصف الجوي العنيف في شمال العراق، تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وجهت الطائرات التركية ضربات عنيفة على ضواحٍ ومناطق تابعة لبلدة العمدية في إقليم كردستان العراقي، الأمر الذي أسفر عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بشبكات المياه والكهرباء في تلك المناطق وتدمير محطة للوقود وقطع الطريق الرئيسي بين البلدة ومركز مدينة دهوك بحسب مسؤولين محليين. السلطات المحلية في إقليم كردستان العراقي قالت من جهتها إن ما تقوم به تركيا حاليا من توغل عسكري وملاحقات لا يستند إلى أي اتفاقات رسمية مع العراق أو إيران، ويعتبر عدوانا وجريمة يعاقب عليها القانون الدولي. وعادة ما تشن تركيا غارات جوية على مناطق جبال قنديل وسنجار وزاب ضد ما تزعم أنه معسكرات لحزب العمال الكردستاني، لكن المنظمات الحقوقية مثل مفوضية حقوق الإنسان في العراق تؤكد أن الضربات استهدفت مواقع مدنية تخلو من الأهداف العسكرية وتسببت في مقتل العديد من المدنيين وتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ونزوح المئات من البلدات والقرى. كشفت نتائج ثاني استطلاع رأي خلال 24 ساعة حول جولة الإعادة في الانتخابات البلدية بمدينة اسطنبول، كشفت عن تفوق المعارض أكرم إمام أوغلو على مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم. وبحسب الاستطلاع فإن 51% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم سيصوتون لصالح أكرم إمام أوغلو، فيما سيصوت نحو 47.8% لصالح بن علي يلدرم، والنسبة الباقية فستصوت لمرشحين آخرين. في تركيا أيضا طلب المدعي العام توقيع عقوبة السجن 5 سنوات لصحفيين اثنين يعملان مع وكالة بلومبرغ في تركيا، وذلك لنشرهما مقالا العام الماضي عن انهيار الليرة التركية في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا. ووجه الاتهام للصحفيين بالإساءة لاستقرار الاقتصاد تركيا، وذلك بعد شكوى تقدمت بها وكالة التعديل والمراقبة في القطاع البنكي. عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور بشير عبد الفتاح خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن التركي في الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور بشير أهلا وسهلا بحضرتك. إلى أي مدى يبدو أن سوء العلاقة الحاصل بين السلطات في تركيا وبين الصحافة وبين الإعلام وبين قطاع الحريات بشكل عام يمكن أن يؤثر على السمعة التركية أو على علاقاتها بالولايات المتحدة تحديدا والاتحاد الأوروبي؟ تحية لك أستاذ أحمد ولمشاهديك الكرام. للأسف تحولت تركيا وفقا لتقارير المراقبة الأوروبية والأمريكية إلى سجن كبير للصحفيين، مع تراجع يعني معدلات حرية الرأي والتعبير
أيضا تكميم الأفواه، ما تعانيه الصحافة سواء كانت مكتوبة أو مقروءة أو مرئية، من تضييق واسع النطاق، امتلاك الدولة التركية لأكثر من 90% من وسائل الإعلام بعد عملية المصادرة والإغلاق والتضييق. التقارير الأوروبية والأمريكية تؤكد تراجع ملف تركيا بهذا الصدد إلى حد كبير. لم يعد أردوغان يكترث بتشوه صورة نظامه أمام المجتمع الدولي، لأن رهاناته على الاتحاد الأوروبي، رهاناته على الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في الأفول والتراجع. هو يعلم جيدا أن الاتحاد الأوروبي بات حلما بعيد المنال. تجمدت مفاوضات الانضمام والعضوية على خلفية تراجع ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا. أيضا العلاقة مع الولايات المتحدة كما نعلم تدهورت إلى حد فرض عقوبات أمريكية وإنهاء تفضيلات تجارية كانت تمنحها الولايات المتحدة للمنتجات والبضائع التركية التي تدخل الأسواق الأمريكية. فالآن هناك خلاف عميق حول صفقة S-400 الصاروخية الروسية التي تنتوي تركيا تسلمها الشهر المقبل. لكن أستاذ بشير، حتى على مستوى الداخل كثيرا ما تحدث إردوغان أمام الصحفيين الأتراك عن أنه يسهل انتقاده علنا سواء كان رئيسا للحكومة أو رئيسا للدولة في تركيا، وإن هذا الأمر ليس متاحا في أغلب دول الشرق الأوسط، هكذا كان يتحدث. لكن الآن مجرد الحديث عن تقارير في وكالات رصينة كوكالة بلومبرغ، تقرير اقتصادي عن وضع الليرة التركية الذي لا يبدو خافيا على أحد، كفيل بأن يغيب على إثره صحفيين اثنين في غيابات السجون، كيف يمكن فهم هذا التناقض؟ تلك هي المشكلة. يعني كما تفضلت أستاذ أحمد، هو تناقض فعلي. أذكر أنني دخلت في سجالات مع محللين أتراك في هذا السياق، وكانوا دائما يعني لا يستطيعون الرد على فكرة التناقض، بمعنى أنك تدعي أنك نموذج للديمقراطية وتنتقد أوضاع دول من بينها مصر على سبيل المثال فيما يتعلق بالحريات والديمقراطية، فكان الرد أن مصر لم تدعي أنها نموذج للديمقراطية يحتذى في هذه الظروف، وإنما كان الأمر واضحا بأن لدينا أولويات ومشاريع أخرى مؤجلة. بينما تركيا أنت تدعي أنك النموذج وأنك الديمقراطية وأنك الحرية، بل وتطالب الآخرين بأن يحذو حذوك وأن يتعلموا منك ويستلهموا منك القدوة والنموذج ويتأسوا بكل ما تفعله، لكن في نهاية المطاف أنت عكس ذلك تماما، وعكس ذلك بما تقرره التقارير الدولية والمنظمات الدولية، وليس محض ادعاءات من أي معارض أو ما إلى ذلك، وإنما المنظمات المختصة التركية والدولية والتقارير التي تصدر في تركيا وخارجها تؤكد أن هناك تناقضا بينا ولافتا ما بين ما يدعيه أردوغان وبين ما يحدث على أرض الواقع، وتلك هي المعضلة الحقيقية. ويبدو أن أردوغان بدأ يصدق ادعاءاته حتى بات يشعر أنه حاكم ديمقراطي وأن نظامه يقوم على الديمقراطية، متجاهلا عمليات القمع والتوقيف والحبس والتهم التي توجه لكل من ينتقده. حتى المراسلين الأجانب لم يسلموا من هذا البطش، من ينتقد أردوغان أو لا يشيد بإنجازاته لا يتم التجديد له من حيث العمل الصحفي في تركيا كمراسل لصحيفته أو لمحطاته الفضائية، ما يعني أن حتى الصحافة الدولية والأجنبية تعاني من هذا التضييق والقمع. التناقض للأسف بمرور الوقت لا يشعر به الحاكم المتسلط، بل يشعر وكأن الآخرين هم الذين يوجهون الاتهامات وأنه يتعرض للمؤامرات، بينما هو قدوة ونموذج يحتذى فيما يتصل بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وظني أن أردوغان وصل إلى هذه المرحلة من أستاذ بشير. الآن قطاعات المسؤولية في تركيا مهددة بمطرقة وسندان، السندان المرتبط بالعلاقة برجل الدين فتح الله جولان أو بحركة الخدمة المرتبطة بفتح الله جولان، وهذه في حد ذاتها قد يكون من مقتضياتها الإطاحة من مكان العمل وربما من بعد ذلك حتى التوقيف القضائي والمحاكمات القضائية وما إلى ذلك، والجزء الآخر المرتبط بتهديد الأمن التركي سواء كان ذلك عبر اتهامات بنشر أخبار كاذبة أو بنشر بعض التقارير التي من شأنها أن تؤثر على متانة الاقتصاد التركي. كل تقريبا ملاحق باتهامات، بعضها مرتبط بمهددات أمنية والبعض الآخر مرتبط بالعلاقة بفتح الله جولان. نظرة إردوغان لما يفعل إلى أين تقوده مثلا؟ هو يعتبر أنه يحمي نظامه السياسي وجمهوريته الثانية. يترقب الرجل أن يعلن في العام 2023 عن الجمهورية الثانية بعد مئوية الترك، لذلك هو يعتبر أن كل ما تفضلت به في السؤال يعتبر تهديدا لهذه الجمهورية. فتح الله جولان وأتباعه والمؤيدين له ومريديه، كل هؤلاء يشكلون تهديدا. أيضا من ينتقدون أردوغان ويحاولون عرقلة بقائه في السلطة إلى هذه المدة أو حتى هذا التاريخ
هم ايضا يقودون الجمهورية الثانية، ومن ثم يقودون مجد تركيا وعظمتها، على اعتبار ان الرجل هو باني تركيا الحديثة بعد اتاتورك. هو بذلك يرفض النقد، هو بذلك يرفض، وهناك ايضا تهمة جاهزة وهي الضلوع او التواطؤ مع الانقلاب العسكري. نعم. يعني كل هذه الاتهامات توجه لمن ينتقد اردوغان، ومن ثم اذا اردت ان تسلم من كل هذه الاتهامات وأن توضع في غياهب السجن، عليك ألا تنتقد أردوغان، وإلا هذه التهم جاهزة وسوف تتحمل وزر أي منها. أستاذ بشير، بعيدا عن النظرة الحالمة الراقية للمؤمنين بقيم الديمقراطية والتعددية وحرية الصحافة والإعلام وفكرة المناكفات السياسية المقبولة حتى في إطار هذه النظم التي تعرف عمل الديمقراطية، بعيدا عن هذه القيم وبعيدا عن نظرة المجتمعات الغربية لما يقوم به أردوغان، أليس من بين متطلبات النظر البراغماتية لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية على الأرض أن يكون أكثر حرصا على واقع الحريات داخل تركيا، إذا أخذنا في الاعتبار أيضا الانتخابات البلدية الأخيرة واستطلاعات الرأي حتى التي تقود إلى هزيمة متوقعة لبن علي يلدرم في انتخابات بلدية اسطنبول المقبلة؟ يعني الديمقراطية إما أن تتأتى عن طريق إيمان وقناعة وهذا غير موجود، أو كما تفضلت مسألة البراغماتية أن تكون وسيلة لاسترضاء الشارع من أجل البقاء. لكن مشكلة أردوغان أنه يعلم جيدا أن أسهمه لدى الشارع في تراجع، الأداء الاقتصادي الذي كان يراهن عليه والإنجازات التي حققها في العشرية البيضاء في الفترة من 2003 لحد 2013 بدأت تتآكل وتتراجع، والليرة تفقد 40% من قيمتها، والضغوط الاقتصادية تحاصره في الداخل والخارج. لذلك هو يعلم جيدا أن رصيده لدى الشارع التركي بدأ يتآكل ويتراجع، ومن ثم لا سبيل لاسترضاء ذلك الشارع من خلال الحريات. الآن الناس يتساءلون عن الخضار والفاكهة وأسعار السلع الأساسية وكل هذه الأمور التي باتت حلما بعيد المنال لكثيرين من البسطاء والفقراء داخل تركيا. لذلك الرجل لم يعد يكترف بكل هذه الأمور، أنا باق في السلطة ولدي السيطرة على أجهزة الأمن والجيش والشرطة والمخابرات وكل الأجهزة، ولم أعد بحاجة إلى استرضاء الشارع أو أن أسجل نجاحات أو إنجازات يمكن أن تحسب لي فأستقطب الناخبين، وإنما أنا موجود شئتم أم أبيتم. حتى الهيئة العليا للانتخابات تتبع مباشرة الرئيس الجمهورية، بدليل أنه فرض عليها إعادة الانتخابات البلدية برغم فوز مرشح تحالف الأمة المعارض أكرم إمام أغلو على بن علي يلدرم مرشح حزب الشعب ورئيس الوزراء الأسبق ورئيس البرلمان الأسبق، ما يعني أن مرشح حزب العدالة والتنمية هو مرشح حزب العدالة وتحالف الشعب. نعم. لأن تحالف الشعب يضم حزب العدالة وحزب الحركة القومية وأحزاب صغيرة. نعم. ومن ثم الرجل لم يعد يكترث كثيرا بمثل هذه الأمور، وإنما يعلم أن القمع هو وسيلته للبقاء، لم يعد لديه ما يقدمه للشارع، بدليل أنه بدأ يوظف الدين الآن، يعني بدأ يحول آيا صوفيا من متحف إلى مسجد تقام فيه الصلوات الخمس كأنها مسجد الآن، بدأ يستخدم شعارات دينية ويستخدم المنابر والمآذن وصلوات الجمعة والفجر العقد المؤتمرات الصحفية وما إلى ذلك، بدأ يدغدغ مشاعر الناخب التركي من خلال الدين، لأنه لم يعد بحوزته ما يقدمه من إنجازات سواء اقتصادية أو ما يتصل بالديمقراطية وحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك الأستاذ بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منضما إلينا عبر الهاتف. رصد مركز جيتستون الأمريكي للأبحاث تصعيد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الصحفيين، وتحت عنوان تركيا الهجمات على الصحفيين تزداد عاما بعد عام، تحدث المركز عن اعتقال السلطات التركية على الأقل 146 صحفيا وإعلاميا، وكذلك قضاء فترة عقوبة مؤقتة لحين محاكماتهم في العديد من التهم التي وصفها بالواهية. اعتبرت اليونان أن الإجراءات التركية في المياه القبرصية انتهاك واضح لحقوق السيادة لنيقوسيا. وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أن الأعمال التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص غير قانونية وتشكل انتهاكا للحقوق السيادية لقبرص، وهي الأعمال التي تم إدانتها بالإجماع من قبل الاتحاد الأوروبي.
وجهت محكمة نيوزيلندية 92 تهمة بالقتل والشروع في القتل والإرهاب إلى برينتون تارنت منفذ الهجوم الذي وقع في شهر مارس الماضي واستهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، قتل على إثرهما 50 شخصا. قالت المحكمة إنها تأكدت من سلامة الصحة العقلية للمتهم، ما يجعله مسؤولا وبشكل كامل عن تصرفاته. وقد نفى تارنت جميع التهم المنسوبة إليه رافضا الإقرار بذنبه عن ارتكاب تلك الجرائم. أكد وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر أن سقف كاتدرائية نوتردام مهدد دائما بالسقوط بعد استلام 10% فقط من أموال التبرعات المعهودة بعد الحريق الذي نشب بالكاتدرائية مؤخرا. أوضح الوزير الفرنسي أن الكاتدرائية الباريسية في حالة هشة، مشيرا إلى احتمال انهيار السقف في أي لحظة. أكد قادة منظمة شنغهاي للتعاون استمرار التعاون في مسائل نزع السلاح النووي ومراقبة عدم انتشاره. أشدد القادة في بيان ختامي في أعقاب قمتهم بقرغيزستان عدم القبول بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة مكافحة الإرهاب والتطرف، معتبرين أن النشر أحادي الجانب لأنظمة الدفاع الصاروخي من جانب الدول يضر بالأمن الدولي ويزعزع الاستقرار العالمي. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأمريكية تحولت إلى تهديد جاد على الاستقرار في العالم على حد تعبيره. واعتبر روحاني في كلمة له أمام قمة شنغهاي للتعاون اعتبر الاتفاق النووي إنجاز مهم للدبلوماسية المتعددة، داعيا الأعضاء في الاتفاق للعمل في تعهداتهم فورا من أجل استفادة إيران من المصالح الاقتصادية لهذا الاتفاق. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الاقتصادية والأمنية بين بلاده وإيران، مشيرا إلى العمل المشترك في سوريا. جاء ذلك خلال لقاء بوتين نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش انعقاد قمة منظمة شنغهاي. وقد طالب الرئيس الإيراني بتعاون أوثق بين بلاده وروسيا، معتبرا أن الضغوط الخارجية والعقوبات الأجنبية جعلت مثل هذا التعاون أكثر إلحاحا. دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكك بقرغيزستان، طالب بضرورة عقد قمة دولية لمكافحة الإرهاب. وأكد مودي في كلمته أمام القمة أن زيارته إلى سريلانكا مؤخرا كشفت له عما أسماه الآثار الفظيعة للعمل الإرهابي الذي وقع هناك، مطالبا بتضافر جميع القوى الإنسانية لمواجهة الإرهاب. للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى الأسبوع الذي مضى على الصعيدين المحلي والإقليمي، إذ شارك الرئيس السيسي في العديد من الفعاليات والتقى بالعديد من المسؤولين على الصعيدين الإقليمي والقاري. واصل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه المكثف خلال أسبوع على الصعيدين المحلي والإقليمي. في بداية الأسبوع
استقبل رئيس السيسي نظيره الأريتري السياسة فرقي، حيث أكد خلال الاجتماع ضرورة تطوير مشروعات التعاون بين البلدين. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وجه الرئيس السيسي بتوفير جميع الإمكانات لإنجاح بطولة الأمم الأفريقية. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع آخر مع رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالخطط الإنشائية في العاصمة الإدارية. وخلال الأسبوع استقبل الرئيس السيسي قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكنزي، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. كما استقبل الرئيس السيسي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لودر، حيث أكد خلال الاجتماع ثواب تحلي القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية. كما شهد الرئيس السيسي افتتاح المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، مؤكدا ضرورة ترابط دول القارة في مواجهة هذه الآفة. أتوجه لكم بجديل الشكر لحرصكم على المشاركة في المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي يأتي انعقاده في مصر، إيمانا بأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، والذي أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية وكذا أجندة أعمال الاتحاد الإفريقي، وبات يحتاج بلا شك إلى تكاتف جهودنا جميعا بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد. وأكد الرئيس السيسي أن مصر قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد. لقد قطعت مصر شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له. وخلال الأسبوع استقبل رئيس السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي. كما استقبل رئيس السيسي رئيس مجلس النواب الليبي، مؤكدا موقف مصر الثابت بدعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب. وفي اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية. وفي مباحثات هاتفية بين السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد السيسي موقف مصر الداعم لوحدة الأراضي والمؤسسات الليبية، كما أكد دعم مصر لخيارات الشعب السوداني. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا حتمية التكامل بين دول المنطقة لتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الغاز لصالح شعوبها والمساهمة في تحقيق الرفاهية والرخاء لهم. تأكيد الملا جاء خلال مشاركته في جلسة مناظرة استراتيجية ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الغاز الطبيعي في البحر المتوسط والذي يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس. على جانب آخر، التقى وزير البترول وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة. وقد بحث وزير البترول طارق الملا مع رئيس جهاز تنظيم شؤون الطاقة الفرنسي سبل دعم التعاون والاستفادة من تجربة فرنسا في إصلاح وتحرير سوق الغاز، وذلك على هامش زيارة الملا للعاصمة الفرنسية باريس. كما بحث الوزير مع رئيس شركة الكهرباء الفرنسية أنشطتها في البحث عن الغاز وإنتاجه من خلال شركة أديسون الإيطالية العاملة في مصر من مناطق امتيازها بالبحر المتوسط. احتفل المركز المصري الدولي للزراعة بختام برنامجي تحليل المشروعات والمكافحة المتكاملة للآفات وتكنولوجيا إنتاج القطن بمشاركة 53 مبعوثا يمثلون 32 دولة. أوضح وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت أن مثل هذه البرامج تندرج تحت أهمية الدور المصري في دعم أواصر التعاون مع الدول الصديقة في المجال الزراعي. سلم عمدة مدينة دورتموند الألمانية وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى للدكتور هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي تقديرا لإنجازاته. أشادت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في كلمتها التي ألقتها في الاحتفالية، أشادت بتلبية الدكتور هاني عازر نداء الوطن وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له بمتابعة ما يجري على أرض مصر من مشروعات، وعلى رأسها المشروع القومي لأنفاق قناة السويس والتي وصفها عازر بأنها الأضخم على مستوى العالم وإعجاز مصري
يدرس في المحافل الدولية. أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث المرحلة الأولى من حملة احميها من الختان. تأتي الحملة بعد مرور أقل من شهر على تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الفتيات وحمايتهن من ختان الإناث، في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي على دعم القيادة السياسية المتواصل لحماية وتمكين المرأة المصرية والتزام الحكومة بإنفاذ التشريعات الوطنية والتعهدات الدولية وفق رؤية مصر الاستراتيجية 2030. وخلال المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، أشادت بالترحيب الذي تلقته اللجنة من منظمات الأمم المتحدة في مصر والبرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. قالت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة أن مصر أمامها فرصة تاريخية للقضاء نهائيا على ظاهرة ختان الإناث التي تعد جريمة لا تليق بمكانة المرأة المصرية. وخلال المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة احميها من الختان، أشارت خطاب لحجم الدعم الذي توليه الدولة للفتاة والمرأة المصرية في ظل توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد. ودعت السفيرة مشيرة خطاب شركاء التنمية المجتمعية للنزول إلى أرض الواقع للقضاء على هذه الجريمة التي لا أساس لها في الدين. وقد أشادت هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مصر بالجهود المبذولة من قبل الحكومة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث. وخلال المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، أعرب الوزير المفوض ومدير التعاون بالاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية بسرعة العمل القائم من اللجنة، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي عمل لسنوات طويلة لحماية الأطفال ولديه العديد من المبادرات في هذا المجال حول العالم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات والتي تم رصدها خلال الفترة من الثالث وحتى الرابع عشر من هذا الشهر. التقرير والعرض التالي يسلط الضوء على أبرزها. We'll be right back.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات كانت عبر ميناء بورسعيد. الشحنة المضبوطة تضم قرابة طنين من مخدر الحشيش وأكثر من 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون. في إطار تصديها لمحاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة لتدمير شبابها واقتصادها، أجهزة وزارة الداخلية تواصل ضرباتها المؤثرة والقوية ضد مهربي المواد المخدرة. فقد سعى المهربون لإدخال شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون لداخل البلاد عبر ميناء شرق التفريع ببورسعيد، لكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومن خلال معلومات وتحريات قامت بها رصدت المحاولة والتشكيل العصابي القائم على جلبها من إحدى الدول العربية. عناصر التشكيل 8، 6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تم ضبط حاويتين بميناء شرق التفريع ببورسعيد، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين. أسفرت أعمالها عن ضبط 9540 تربة من مخدر الحشيش تزن قرابة الطنين، بينما تم ضبط قرابة 4 ملايين قرص لعقار الكبتاجون المخدر. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين من أفراد التشكيل، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وذلك بدائرة قسم شرطة العبور. وبتطوير مناقشتهما وإجراء تحريات لاحقة، أفادت بتمكن عناصر التشكيل من تهريب إحدى الحاويات لداخل البلاد بداخلها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون مخبأة داخل شحنة من التفاحة، ووصولها لمخزن تابع لأفراد التشكيل بمدينة العبور بالقليوبية أمكن رصدها. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة قيادة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية حال تواجده بمدينة العبور. وأسفر التفتيش عن ضبط 4,400,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة ب 144 مليون جنيه. في ثاني ضربة أمنية خلال أسبوع توجهها أجهزة وزارة الداخلية ضد عمليات تهريب المواد المخدرة لداخل البلاد، وتؤكد معها أن هناك عيونا ساهرة على المنافذ الشرعية للبلاد ما يصعب معها اختراقها مهما كانت الأساليب المبتكرة للمهربين. فصقور وزارة الداخلية لا تهدأ ولا تنام، وبالمرصاد لهؤلاء. ختام النشر هذا تفكير بعناوينها. ترامب يتهم إيران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلتي النفط بخليج عمان. هو إعلان الحرية والتغيير تطالب بتحقيق محايد في واقعة فض اعتصام القيادة العامة. رئيس الوزراء الهندي يدعو لعقد قمة دولية لمكافحة الإرهاب خلال فعاليات قمة شنغهاي للتعاون. تابعوا دوما المزيد من الأخبار والتقارير عبر الموقع الإلكتروني extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.